صنابير مياه جفتها الجائحة، وغرف أصبحت ساقعة بعدما كانت تصل درجة حرارتها إلى معدلات مرتفعة. هكذا أرخت الجائحة بظلالها على الحمامات التقليدية بمدينة الدار البيضاء، والتي أغلقت أبوابها تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى السيطرة على الوضع الوبائي بالعاصمة. قرار قد يساعد على تفادي التجمعات، إلا أنه ألحق أضرارا جسيمة بالقطاع. ندم اللي تبقى فينا الحال وهو الخدامة مضرورين بزاف هيك الخدامات يخدموا هنا تيخلصهم الزبون واللي تيخلصهم تنخلصهمش حنا، سمعتيني؟ وهادشي اللي كاين. ودابا الحمام الى اخره تتمشي لينا الشبكات، يمشي لينا الروبينيات، يمشي لينا بيوت النار، المسائل كامله تتمشي لينا حنا اللي مضرورين. هو مصدر العيش ديالنا، هو منين كنعيشوا داكشي، وكنتمناو من الجهات المعنيه ان يعني تفتح الحمامات للناس، لان بزاف د الاسر عايشين منهم وعندهم وليدات عندهم مسؤوليات، وداكشي داكشي اللي كنتمناو منهم، كنطلبوا منهم يحلوا لنا الحمامات. الفتح تارة والاغلاق تارة اخرى، هكذا يتحكم الفيروس التاجي في ارباب الحمامات التقليدية، والذين يطالبون اليوم باتخاذ قرارات للتخفيف من وطأة الجائحة عليهم، ويعدون بالالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها. أرباب القطاع عرفوا واحد التضرر كبير، لأن الحمام من كيتسد كيعرف واحد التضرر بالنسبة للشبكة، بيت النار، تبلومبيات، هادشي كامل كيخسر وخص تعاود الصيانة ديالو، وهادشي باش يتعاود خص واحد المبالغ طائلة. الوضعية الوبائية بالعاصمة الاقتصادية وضعت عددا من أرباب الحمامات ومستخدميهم على حافة الإفلاس، وأثرت على مصدر رزق العديد من الأسر. قطاع يشغل الآلاف من الرجال والنساء على الصعيد الوطني، هم اليوم يعيشون وضعا مزريا بسبب قلة الدخل اليومي، في ظل عدم انخراط أغلبهم في صندوق الضمان الاجتماعي.